الوصول إلى هذه المحميات غالباً ما يكون عن طريق مسار بري طويل، حيث يتعرض أصحاب الحافلات والمركبات الصغيرة التي تنقل السياح إلى الابتزاز في عرض الطريق من قبل رجال يحصلون من أصحاب هذه المركبات على أموال، وذلك لكي يسمحوا لهم بمواصلة سيرهم دون عراقيل. إن مناطق السفاري التي تمتد من كينيا إلى تنزانيا هي عبارة عن سهل أخضر مرئي المرعى تحيط به الأكمات من عدة جهات، لكن قلة الأمطار تتسبب في أن المراعي لا تكون بذلك الإخضرار السابق والذي كان العشب يغمر جسد الحيوان. أما الآن فالزرع ليس كما هو، حيث أصبح في بعض المحميات صغيرة، وبعض أراضي المحميات أصبحت شبه جرداء عند أطرافها. نبحث عن الأسد، فالأسد كما يقولون يضرب به المثل في عزة النفس، فلا يشرب من ماء شرب منه الكلب. يذكر أن أعرابيا رأى امرأته تناظر إلى رجل من المارة فطلقها غيرة، ثم أنشد قائلا: وأترك حبها من غير بغض، وذلك لكثرة الشركاء فيه. إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. أنا لا ألوم الأعرابي ولا يهم كلام الأعرابي، هذا ذكره الدميري في حياة الحيوان يقضي به الوقت هنا في محمية كينيا. الأسد الذي كنت أنظر إليه في تلك المحمية، حيوان يرمز للشجاعة والقيادة والوقار والشجاعة الباسلة، وهو ملك الغابات يضرب به المثل لكل من حوى مثل هذه الصفات. ذكرني بكثير من أبطال التاريخ، حتى من أولئك الذين جاءوا إلى إفريقيا. لا يشترط أن يكونوا ممن حملوا السيف، لكن من كان كالأسد في عنفوانه وقوته وقيادته وحرصه على أن يكون مؤثرا في غيره، ذكرني به هذا الأسد هنا. وهناك في إفريقيا رأيت الظلم والطغيان والوحشة، رأيت كثيرا من بني الإنسان في حيوان لا يكاد الإنسان أن يفارقه، إنه الذئب، رمز الظلم والطغيان والشجاعة الطائشة. لذلك كان العرب يقولون: أظلم من ذئب وأغدر من ذئب.